بليز يا شباب اقفلوا المايكات، واللي عنده سؤال يبقى يسألني بس. اوكي، وخاصة ان في ريكورد شغال، فعشان كلنا نستفيد. تمام. بس كنت عايزة يبقى أسأل انا حضرتك سؤال. اتفضلي. دلوقتي هي الريكورد ده بينزل فين؟ عشان مثلا لو أنا نسيت حاجة بينزل على فعايزة إني المنصة. أرجع لها. أوكي تواصلوا مع ميس فاطمة وهي هتفيدكم بجد، يعني فاهماني؟ هي هتفيدكم إن شاء بكل الله. الحاجات دي. ماشي يا شباب. دلوقتي انا بستخدم البريزنت سامبل ده ليه؟ انا عندي ازمنه كتير وكل زمن بستخدمه استخدام معين، بس انا بستخدمه ليه؟ بستخدمه عشان اتكلم عن روتين. انا اذهب الى المدرسه كل يوم، اذهب. محمد يلعب الكره مرتين في الشهر. تعالوا نشوف احنا بنعمل ايه يا ولد. انا بعمل ايه في الفعل علشان احطه في زمن المضارع البسيط؟ اول حاجه الفيرب مع اي وي ويو وذي واي اسم جمع. يعني اي اسم جمع يا مس؟ يعني اي اسم جمع يا ولاد؟ ابلز، سكولز، اسم شخصين مثلا. بستخدم الفيرب في المضارع البسيط، بيكون زي ما هو، بينزل زي ما هو من غير اي اضافه. يعني بلاي هيبقى بلاي، ورك هيبقى ورك، ستادي هيبقى ستادي. يا مس فين التغيير اللي انت غيرتيه للفعل؟ لا مفيش تغيير. يبقى انا بكون الفعل في زمن المضارع البسيط مع اي وي ويو زي واي اسم جمع، بان انا بخلي الفيرب زي ما هو في المصدر. تمام. ايوه فاهم، في المصدر. الفعل في المصدر. يعني الفعل في المصدر الفعل من غير اي حاجه، لا في دي ولا في اي دي ولا في اي ان جي ولا في اس ولا اي اس. الفعل في المصدر مع مين يا اولاد؟ مع اي وي ويو يو وزي وايه وزي تاني؟ ها وايه تاني؟ واي اسم جمع واي اسم بلورال واي اسم ايه كولر كولر تاني. الفعل في الـ present simple بيتكون من ايه؟ الشطور هيقول لي كده يا مس، بيتكون من الفعل في المصدر بس مع اي وي ويوزي. اتفضلي يا سلمى. سلمى، اللي هو اللي هو الفعل في المصدر، اللي هو الفعل في المصدر بيكون من غير إضافات، اللي هو زي الـ حلو. I والـ V والـ U والـ Z، مع اسم الجمع، مع أي اسم جمع و infinitive من غير أي مصدر وانفينيتيف. ايوه بإضافة. انفينيتيف، ايوه اسمعها منك حلو. انفينيتيف فعل في المصدر بدون اي اضافات. عمار يا قمر ركز معايا، قول لي كده ماشي يا الفعل في مدرسة. المضارع بتكون ازاي مع الاي والبي واليو ازاي؟ ها قول يا عمار. نايس. الفعل في المضارع البسيط بنكونه ازاي؟ بسيطة جدا، بكونه الفعل في المصدر، بضع الفعل زي ما هو بدون اي اضافات، بدون اي ايه يا عمار. بدون اي اضافه. الفعل في المصدر يا عمار مع الاي والوي واليو والزاي واي اسم جمع، بستخدم الفعل فين يا عمار؟ في المصدر. عمار نمنا ولا ايه؟ بستخدم الفعل فين؟ في المصدر، ما ننساش ونركز. اتفضل يا سيف. بيتشي. تفضل يا سيف. سيف لا لا ما فيش ما فيش ده. اوكي انا بس سؤال ماشي يا ان سيف، انت انت رافع ايدك بتقول تقتل عمار ده، كنت عاوز اجاوب. جاوب يا سيف جاوب. خلاص بقى. بستخدم الفعل في المضارع البسيط بكونه ازاي مع الاي والي والي ازاي؟ قول يا سيف. ويو زي اي فعل بيجي بعديه فعل المصدر. المصدر واي اي حاجة اسم فيه. جمع بستخدم معاهم الفعل في المصدر. تعالوا نشوف من امثله. تعال اقول اي بلاي يا مس، اي بلاينج، لا الفعل قلنا نسيبه زي ما هو. عشان جمع، الجمع ده فعل في المصدر لا مش مش عشان حاجة جمع، تانية. عشان انا عندي الفاعل اي، ما احنا قلنا اهو، قلنا اي اي وي يو انا بقى اما زي امسك لكم قلم كده بلون.
قلنا مع الاي بستخدم الفعل في المصدر، ومع الوي بستخدم الفعل في المصدر، ومع اليو بستخدم ايه؟ الفعل في المصدر. فعل في المصدر، ومع الزي بستخدم ايه؟ الفعل في المصدر. اقول اي المهم بلاي. ما ينفعش اضيف حد يقول لي اي بلايد، يا لهوي على المشكله، تبقى مستيك رهيبه. أما وبرضه لو شلت هاي وحطيت شي فممكن أحط. لا، ما نسبقش الاحداث، ما نسبقش الاحداث بليز. يعني اللي عارف معلومه ياكد عليها معايا، وفي الاخر خالص واحنا بنحل هبقى تيتشر مبسوطه بسمعكم. تمام، اتفضلي يا جايزه. تيتشر، أنا عندي شرح الكل ده بالإنجلش. وانا عندي والله يا جايزه، بس ده كونكت عربي يا بيبي. في اللغات، في حصص الكونكت بلس ممكن تعملي كده. اوكي، بس بس أنا مش الكوره لغات، بجد لا أنا لعبة عربي. حلوة أوي يا جايدة. ممكن نتكلم في ده بعدين بليز، لأن تمام، بجد وقت أوكي الحصة ضيق جدا. اوكي فأنا يا ولاد، حد بقى معايا أقول وي بلاي ولا وي بلايد؟ ها، وي وي بلاي وي بلاي. وي بلاي وي يعني بلاي هضيف له حاجة ولا هسيبه من غير أي إضافات؟ هسيبه من من غير غير اي أي اضافات. عشان هو فعلا في النظر، عشان هو فعل. ماشي اوكي، فعل في المصدر، بس اللي حدد ان هو يكون فعل في المصدر او لا، ان انا عندي هي اي وبي اي اي ويو زي، دول مهمين، ركزوا. انا بشوف انا عندي الفعل مين، اي وي ويو زي واسم جمع ولا حاجه تانية؟ لانه لو حاجه تانية هنغير. يعني تعالوا نشوف يا اولاد، لو انا عندي السبجكت اللي هو الفاعل، عندي هي او أو شي إز او ات او اي اسم، مفرد. او اي اسم ايه بقى مفرد، يعني زي اي حد لوحده بقى، ماشي، او اي اسم مفرد هو سنجلر. Yes، مفرد. كلمه سنجلر دي يعني مفرد يا شباب. تمام، احطها بين قوسين تمام عشان ما حدش يلخبط. في الحاله دي انا هستخدم فعلا الفعل الإنجليز في المصدر اللي هو الانفينيتيف، سينجلر يعني إيه؟ بس هضيف له ايه بقى؟ يعني اسم مفرد، اما اكتبها يا ولاد عشان ما تتلخبطوش، مفرد، اسم مفرد تمام سينجلر. ماشي، في الحاله دي انا هستخدم فعل في المضارع البسيط، هستخدم فعل في المصدر بس باضافه ايه بقى؟ هضيف، انا في الحاله دي هضيف. طب بليز يا ولاد بس هخلص وبعدين هشوف اسئلتكم. ماشي، اللي رافع ايديه، هضيف يا ولاد اس للفيرب. ايه يا مس؟ اس، هضيف اس يا مس، ده الفاعل المفرد، هي هو. اقول احمد بليز، يا مس هتضيفي ايه يا مس مع المفرد؟ هضيف اس. اس حد او جميل اي اس هيقول او لي اي اي اس اتفضلي، مين عامل هارت؟ مين بيتكلم؟ انا تيوني اسمك ايه طيب عشان بس اعرف واعرف ارد عليك؟ حلا حلا، اتفضلي يا حلا، بتقولي ايه يا حلا؟ لا هو مش انا، وعلي صوتك يا حلا. هو مش انا كنت بتكلم اصلا. مين كان بيتكلم عشان كان بيقول معلومة حلوة ممكن نستفاد كلنا؟ ينفع طب انا اوكي، اقولها؟ انا يا هقول قولي قولي، ناس اس ولو اي سمحتوا اس اللي رافع ايديه كلهم ينزلها، لان انا مش فاهمة انتوا رافعين ليه ايديكم دلوقتي. ممكن في وقت الأسئلة انا يعني هقول ان دلوقتي وقت الأسئلة فنسأل كلنا. ناس اوكي ممكن بليز، يعني اللي حابب اللي يقول هو حاجة يقول سؤال دلوقتي. سؤال اس or اي اس or اي اي اس او اي اس، حلو، تو اد اس. ناس بس المفروض عايزه اقول لكم تقدم الكلام حاجه، ده في الجنرال الأول. رول، القاعده العامه عندي ان انا اضيف اس، القاعده العامه عندي ان انا بضيف اس يا اولاد لما يكون عندي الفاعل هي او شي او ات او اي اسم مفرد. تعالوا نشوف امثله وهقول لكم ازاي. اقول ايه؟ هختار اسم مثلا، هقول محمد. محمد ده مفرد ولا جمع؟ شخص واحد ولا اتنين ولا ثلاثة؟ شخص واحد. شخص واحد One person. يعني مفرد. يعني ايه مفرد؟ يعني شخص واحد مفرد، شخص واحد. محمد اقول بليز ولا اقول بلاي ولا اقول بلايد؟ استنوا بقى كده، ما تاكل ده. انا مش سامع حاجه، هقول ايوه انا سمعت اخر حد يتكلم صح.
هستخدم بليز، لأن محمد ده بليز اسم يا أولاد مفرد، معرفش مفرد نوع ولا جمع، مفرد مفرد، ومع المفرد بليز. بستخدم الفعل بإضافة اس. تمام 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 كله فاهم بأمانة، كله فاهم. أنا يعني فاهم بالنسبة لي. حلو، اللي مش فاهم بقى يقول لي بقى مش فاهم ايه. يلا جايدة عملت سيركل احسن مني، ماشي يا جايدة. بصوا تمام، انا الفعل ممكن مثلا حد اس مع، او اي اس او اي اس. هشرح ده بس ناخد كل حاجة بوينت، يعني ستيب باي ستيب كده عشان الموضوع يبقى لذيذ وسهل. صح، ما ينفعش اقول لكم اس واي اس واي اس، انا نفسي هلخبطكم، فلا بالراحة يا شباب بليز، يعني اللي عارف معلومة يحتفظ بيها دلوقتي بليز فور مينيت. يعني مين اللي مش فاهم؟ اللي مش No فاهم يقول one. لي. No one ازاي because ايه ده، انا معايا. you're explaining and you're teach you're so amazing. ثانك يو ثانك يو والله يا جايده، يعني ذات صلاه. اوكي مين مش فاهم بجد؟ طب انا هعيد ونركز تاني، ماشي؟ اللي انا بتكلم فيه ده كله الفورميشن، التكوين. انا ممكن افتح صفحه جديده عشان ايه نكتب من دي. انا قلت بستخدم اللي بريزنت سامبل ليه؟ اليوسج بتاعه، الاستخدام، بستخدمه علشان اتكلم عن العادات، الحاجات اللي انا بعملها بتكرار. يعني مين فيكم عنده حاجات بيعملها كل يوم مثلا، او كل شهر، او كل سنه؟ طب اقول لكم مثلا، انتوا عندكم المدرسه دي روتين، لو هاي ما حدش بيروح فيكم المدرسه بتروحوا بتحضروا الاكاديمي من البيت، دي روتين صح؟ دي حاجه بتتكرر، فانا لما باجي اتكلم عنها لازم استخدم البريزنت سامبل، فاهمين؟ ها، وغيره بقى حاجات بتتكرر كتير، يعني مثلا حد فيكم بيلعب فوتبول كل شهر مره في النادي مثلا، كلها اكزامبلز، فده طالما حاجه متكرره فأتعبر عنها باستخدام البريزنت سمبل. يا مس هعبر ازاي في الحالة دي بقى؟ اقول لك خلاص استنى بقى، انا هقول لك هتعبر ازاي. انا هقسم الفاعل حاجتين، تعالوا نقسمها زي ما لسه مقسمينها من شوية. لما يكون عندي الاي، مين بيحب الاورنج يا ولاد؟ انا مش بحبه قوي، اغير اللون. خليه ماشي اسود يا مس، خليه الموضوع يبان اسود، نخليه عشان مثلا، يبان. اوكي حلو، ايوه يا مس، نخليه اسود. لو انا عندي مثلا، عشان السبورة بيضة بس المود اسود. هيبقى في كونتراست حلو صح. لو انا عندي السبجكت الفاعل اللي هو اول كلمه في الجمله بنسميها سبجكت، عشان حد يقول لي يا ميسي يعني ايه سبجكت؟ السبجكت الفاعل اول كلمه في الجمله، ممكن تبقى بروناون زي الاي والوي واليو والزي والكلام ده، وممكن تبقى ناون عادي، اسم شخص او اسم مكان او اسم في المطلق. حلو كده، واضح اللي انا قلته؟ تاني، الفاعل يا ولاد اول كلمه في الجمله بنسميها سبجكت، بنسميها سبجكت، بنسميها فاعل، والسبجكت ده ممكن لا اما يكون ضمير زي اي، وممكن يبقى احمد مثلا اسم شخص، ممكن يبقى ذا سكول اسم مكان، ممكن يبقى ابل اسم عادي في المطلق. حلو حلو كده، ده مفهوم؟ لو الفاعل مفهوم يا اولاد ولا ايه؟ انا سامعه صوت صم، حاسه كده ايه بقى؟ دان اتجه، مفهوم دان فاهمه؟ مفهوم يا مس، دان اللي بتتكلم؟ فاهمة يا مس، عمر، فاهمة. عمار، سعيد، زهره، أيوة يا مس، فاهمة. احنا كلنا شاطرين وعارفين ان احنا لازم نكون فاهمين، ما ينفعش حد يكون قاعد ومش فاهم، والا انا بعمل ايه بقى؟ يعني دي تبقى، يبقى ما ينفعش، يعني انا هنا عشان افهم وعشان اتعلم منهم كمان، تمام؟ يعني ممكن حد يقول سؤال مثلا يخليني افكر فيه شويه. نسأل اتفضلي قولي اسمك وتفضلي قولي انا اسمك. بكتب كل حرف. انا اسمي سلمى. انا بكتب كل حضرتك قلتيه. شاطر شاطر، بس انا دلوقتي بعيد يا سلمى، ما تكتبيش حاجه تاني بقى، فاهمه؟ لو في معلومه زياده اكتبي، واحب اللي بيكتب كده دايما يا اولاد، نستخدم نوت نكتب فيها المعلومات الجديده لحد ما نشتغل من الكتاب، وانا افضل ان يكون معاكم نوت احسن غير الكتاب. ماشي، اللهم صل على سيدنا محمد. يلا نكمل، teacher بعمل ايه look دلوقتي؟ انا um بتكلم تاني. ايوه يا جايب، بتكلم في الفورميشن، I wrote هخلص وبعدين اسمع اسئله.
مع الاي والوي. اي يعني انا، وي يعني نحن، واليو والذي. الفعل بيبقى عامل ازاي بقى؟ مين فاكر؟ بستخدم الفعل في المصدر، بستخدم الفعل في المصدر المصدر. انفعل يعني ايه فعل في المصدر؟ يعني ايه في المصدر المصدر؟ يعني فعل كده بقى من غير اي اضافه. يا عمار انت هتقول لي يعني ايه فعل في المصدر؟ يعني ايه انفينيتيف؟ ايوه كده يعني يا عم. فعل ها؟ فعل من بدون فعل مش اضافه، متزود له حاجة، اضافه، فعل من غير فعل بدون إضافات. اضافه. ها؟ مين اللي بيتكلم؟ سكتنا كلنا مره واحده. ماشي، مع بستخدم لما يكون عندي الفاعل اي او وي او يو او زي او اي اسم جمع. يعني ممكن اقول الايه بقى؟ تشيلدرن. يعني ايه تشيلدرن؟ طفل، تشيلدرن يعني واحد أطفال، صغير. تشيلدرن يعني اطفال، لان كلمه اتشايلد هي اللي معناها طفل. ركزوا معايا كده، تشيلدرن دي اسم جمع، يعني بتكلم عن اكتر من طفل، صح؟ في الحاله دي بستخدم ايه؟ الفعل في المصدر. هقول children. هقول children ايه يا اولاد؟ هقول I play, we play, you play, they play. children play ولا plays؟ Play. Children play. انا حد سمعت منه اس ومش عارفه مين. مين اللي قال اس يا اولاد؟ هاي مش عارف children. play. بس أنا قلت play. ما تتكسفوش بجد، ما تتكسفوش، مش والله شطوره. أنا قلت play. يبقى مش عارف أنا تشيلدرن قلت هقولي play. أنا بلاي. قلت ليه play. يا مس؟ أنا قلت play. حلو شطور. ماشي محمد علي، ايه الدنيا معاك؟ مش سامعه لك صوت، فاهم ولا لا؟ حاضر. بقى قول لي، اقول انا بستخدم بكون الفعل مع الـ مع الاي وي واليو ازاي؟ ازاي نص المصدر؟ حلو، ايوه كده يا محمد، يس عايزك كده تتفاعل معايا كده. ماشي، يبقى يا اولاد انا بستخدم الفعل بدون اي اضافه مع الاي والوي واليو ازاي، واي فعل، واي فاعل جمع او اي سبجكت جمع. وعلى فكره انا هنا ده بيريح لي جدا، انا مش هضيف حاجه، فانا مش تعبانه، صح؟ هو انا ضفت حاجه للفعل؟ ده الفعل زي ما هو حطيه. فحد تعب في حاجه؟ حد جاب حاجه حطها خالص؟ لا ده الاي والوي واليو ازاي دول جمل جدا. طب تعالوا نشوف بقى الهي. لا انا هغير بقى اللون ده، مش كل مرة بقى اللون ده، نكتب بالاسم. اما مع الهي ده اسم ده مع أقدر. ايه؟ ماشي، اما مع الهي اما مع الهي اللي هو يعني هي، هو لما يكون السبجكت اول كلمة عندي هي او شي مثلا او ات. او اي اسم مفرد، الاسم المفرد ممكن مفرد حاجة واحدة يا ولاد. يعني اقول ان ابل دي اسم مفرد، اقول دان دي اسم شخص واحد يعني مفرد، اقول مس ندى، مس ندى شخص واحد، فده الاسم المفرد. عارفين يا ولاد يا حلوين، لو انا كلمت وقلت مثلا احمد اند محمد، في الحالة دي مبقاش اسم مفرد، بقوا اتنين. وفي الانجليش الاثنين بنعتبرهم جمع، شفتوا؟ بنعاملهم معامله الجمع. من الاخر انا عندي الاسم المفرد هو الحاجه الواحده او الشخص الواحد، تمام؟ تمام تمام. تمام الاسم المفرد ايه هو؟ الحاجه الواحده. ماشي، في الحاله دي مع الهي والشي والات بكون الفعل ازاي؟ بعمل ايه في الفعل؟ قلت لكم يا ولاد يا حلوين، بجيب الفعل عادي اللي هو في المصدر، بس infinitive بحط له must is كده، بحط له حاجه، بحط له حاجه تطشيه جميله كده، بضيف له لمسه جميله كده، اللي هي قلت له هنضيف له اس. الاس مش الاس هنمشي، مش عايزين الفعل بقى ايه، هنقول له يا فعل يا مصدر انت، احنا عايزينك تبقى اكتر بقى من الـ من الاي والويو ازاي كده، عايزينك تبقى احسن وكده، هنضيف لك اس. هو يقول لي ماشي تمام، نضيف زي ايه بقى؟ تعالوا نشوف دلوقتي حاجه جميله كده، نشوف مثال ويفهمنا بقى احنا فاهمين ولا لا. احمد بلاي ولا بلايز؟ بلاي بلاي. احمد بلاي بلايز ولا بلاي بلايز؟ بلاي بس بلاي عشان بلاي. بلايز
ليه؟ كمل. ليش عشان ليه؟ ليه؟ بحب ليه؟ لا ليه؟ بس انا احب الشاطر اللي يقول ليه؟ لي الاجابه ليه. ها ليه؟ طيب ليه عشان ازاي؟ مصر، عشان عشان مصر مصر يا مستر، يا احمد. عشان مصر، it's مصر، singular، it's singular. ايوه عشان مفرد بالظبط، يبقى هنا بليز. singular. تمام ثانيه بس، وانا ينفع اسال تمام حاجه عشان سؤال؟ سينجلر صح. اوكي عشان بسأل طب حاجة لو انا سؤال. قلت مثلا احمد عند محمد، ركزوا معايا بقى. بليز بلاي. احمد عند بليز محمد بليز بلاي، بليز او احمد عند عشان ده جمع. بليز بلاي جمع عشان جمع. ايوه كده، ايوه كده، الولاد الشطار. ايوه كده، بس في حتى كان بينزل الشاطرين اسم بيفهموا كمان كل حاجات ازاي وليه. بتقولوا بس ايه؟ كان في حد، كان في حد بينادي على اسمك وبيقولك ممكن تسألي على مسج. آه لا ما سمعتش، كان بيقول ايه يا سلمى ولا مين بيتكلم؟ يا كان حد مريم بينده على اسمي؟ اه كان في حد بينادي على اسمك وبيقولك مثلا ممكن سؤال. اه اتفضل ماشي، اللي عنده سؤال يقول يا شباب. ها قبل ما ندخل في حاجة تانية، ها اللي عنده سؤال انا بس عندي سؤال، اتفضلي يا ايدان، اتفضلي يا حبيبتي. هو انت حضرتك كده هتخلينا نجاوب واحنا رافعين ايدينا، ولا احنا نجاوب كده يعني بدون يعني؟ واحنا بنشرح لو حابه تقولي حاجه قوليها بس، او جاوبي مع، او جاوبي مع زملائك عادي، بس في الاسئله انت عارفه يا دان كل واحد بيدوره، فاهماني؟ اه فاهمة حضرتك، بعدين شكرا. النهارده يعني حصه كده بقى ايه يعني جميله، خلاها هنخليها لطيفه شويه، فاهماني؟ ماشي ماشي مفيش يعني مشكلة. ليه انت عارفاني يا دان، هنا معظم الطلاب لسه بيتعرفوا عليا فلسه ما خدوش عليا، أنا يا مس حضرت فاهميني يا معاكي حبيبتي؟ فخلينا بس ايه، السنة اللي فاتت. مين بيتكلم؟ اه عمار يا مس حضرت مع اه حضرتك طبعا عمور. اه حصة حصل. كونكت زمان السنة اللي فاتت. حلو، طب تعالوا بقى نشوف بقية الإضافات يا ولاد. أنا قلت مع المفرد بضيف إس، ودي الجنرال ودي القاعدة العامة، بس أنا أيوة أحيانا الفعل بقى بينتهي بشوية حروف كده بيجبرني ان انا ما احطلوش اس بس، لا ده انا احطله اي اس. امتى إيش؟ اضيف للاسم المفرد اي اس؟ اضيف للفعل لما يكون جاي مع فعل مفرد اي اس. هقول تاني، هرجع اقول تاني، مش انا قلت لما يكون الفاعل هي وشي وات واي اس مفرد بضيف اس؟ صح قلت كده؟ أيوة يس. أيوة فاكر مين فاكر؟ قلت كده. أنا طب انا يا اولاد بقى ساعات ساعات الفعل بيكون بينتهي بشوية حروف كده بيقول لي لا في الحالة دي انت مش هتضيفي اس بس، ده هو بيكون طمعان ان اضيف له مش في اس، اضيف له اي اس. أو امتى اضيف للفعل اي اس مكان الاس؟ تعالوا نشوف. اذا تيتشي الفعل يا ولاد، اتفضلي يا جايبه كان اي بس ساي خلوا بالك، بروف انا بجد يا شباب الوقت عندي ضيق جدا، عارفين باقي 10 دقايق تعرفوا ده؟ يلا يلا فبليز يلا خلونا نقول يا معلومة معلم. وبعدين اسمع اسئلتكم بالدقيق. شوف اهو 10 دقايق بالظبط ده. نعم اتفضلي، اللي عنده سؤال يقوله بسرعة. كلكم ما عندكمش اسئلة؟ اكمل. ايوه حلو، انا قلت ان انا بضيف للفعل اس في حاله ان هو جاي مع الهي والشي والات واي فاعل او اي سبجكت مفرد، حصل. ايوه طب حصل فرضا بقى، فرضا بقى ان ايه، ان الفعل ده انتهى بسي اتش، الفعل اخره سي اتش زي مثلا فعل ووتش يشاهد، عند بيتي زهراء. ال ممكن نركز يا زهراء معايا، او نركز في النوت بوك برضو معايا ونسيبنا من الكتابة على الشاشة. ووتش ينتهي بسي اتش اهو، او بينتهي باس اتش، قصدي اللي هو الساوند ش، او مثلا الفعل بينتهي باس اس زي الفعل مثلا، تعالوا نكتب بقى امثله زي ووش بينتهي باس اتش، ومس بينتهي باس اس. يعني اي حاجة تنتهي بسي اتش او اس اتش او اس اس متزود لها اي اس. اي حاجه ازاي؟ اي فعل صح؟ اه اي فعل ينتهي بالسي اتش او الاس اتش او الاس اس او الاكس او الاو. يا الله يا مس، اه معلش بقى،
اي فعل بينتهي بسي اتش او اس اتش او اس اس زي كلمه مس، او مثلا اكس زي فعل فيكس يصلح، او اي فيكس ماي كار، او او زي الفعل جو مثلا. مس أو فوكس بتقولي يا مريم؟ أو ثعلب فوكس بتقولي يا مريم؟ مس. احنا اه بنحط اللي هي ايوه اي اس دي الاي علشان تفصل ما بينهم، بحط الايه عشان تفصل فعلا، بس انا لسه صح؟ قلت حاجه، انتوا ليه بتسبقوني؟ خليني اشرح وبعدين نسال فيما بعد، تمام؟ عشان انا لسه تمام برضه ما قلتش. يبقى الفعل لو انتهى انا بضيف في العادي اس يا اولاد، قلت لكم القاعده العامه انا بضيف اس، بس احيانا بضيف اي اس. وبضيف اي اس امتى؟ في الخمس حالات دول، اذا الفعل انتهى بس بي سي اتش او اس اتش او اس اس او اكس او او، في الحاله دي مش هضيف اس وهضيف اي اس، انا هحط الاي بس، كده كده الفعل هينتهي بس. تعال نشوف، اقول ايه؟ احمد، بس نركز لازم يكون الفاعل مفرد، يعني هي وشي واتا واي فعل او اي فعل لازم برضه مفرد. يكون موصل برضه. اقول احمد، اه ركزوا، ما حد بقى يقول لي مع الوي والكده ونلخبط. لا، احمد لا جو لا مش بعرف. ولا جوز؟ جوز. جوز جوز احمد جوز جوز مين؟ احمد جوز. حد بقى يقول لي. لا انا هختار دلوقتي حد منكم يقول لي ايه اللي حصل بالفعل. ثانيه هختار، ممكن اقول انا كلكم مستعدين؟ علشان في اختار او عادي. علشان في انا او انا ملك ملك سلمى. سلمى سلمى رفع ايديه، مش انا اسلم. سلمى هنختار جويس عشان الفعل انتهى بحرف الأو. بحرف الاو، والفاعل عندي حرف مفرد يا الأو مس، احمد ده شخص واحد، ففي الحاله دي هضيف اس ولا اي اس يا سلمى؟ اي اس ايوه انا عايزه انا كده اكلم نفسي كده بالظبط، اقول كده، اقول انا عندي الفعل بينتهي باو، وعندي الفاعل المفرد حد واحد. تعالى اقول لكم حاجه ذاتيه كده ونشوف بقى مين هياخد باله. وي جو ولا جوز؟ وحد يرفع ايده، اللي هيرفع ايده هختاره. يلا حد يرفع ايده، انا محدش عايز يجاوب كده حاجة بليز. اوضح نصرها. خلاص انا يوني هختار، انا ما انا هيصوت مشي انا هختار. ملا ثانية ناس بس بقى ممكن انا اوضح بس بختار نصرها بس والله. يوني اختار من اللي رفع ايدي بسرعة، بسم الله. انا سعيد، سعيد نختار ولد، مرة ولد ومرة بنت. سعيد قول يا سعيد. انا اه بقول سعيد، ما سمعتش سعيد، علي صوتك. جو جو ليه بقى؟ يعني لان يا مس ليه؟ قول لي يا سعيد ليه؟ خليك انت شطور كده واشرح لي ليه خدت جو وهي صح؟ عشان هي وي جم. عشان الفعل اصلا وي جمع، فما فيش داعي ان انا اضيف حاجه. برافو، هو ده، انا احب الولاد الشاطرين، ما شاء الله كلكم شاطرين. محمد علي استعيد هسالك، ماشي أنا ده غير هجيش. مفهوم، انا بقول لك استعد وخليك فاهم كده. عندك سؤال يا محمد؟ لا بيننا احنا ماشي. كلنا اللي رافعين ايدينا ولا ايه؟ خليني انا حاليا لسه ما سالتش يا اولاد، انا سالت السؤال ورفعت ايديه. هاشرح حاجه ثالثه الاي اي اس، وهسال بقى ونحل شويه اسئله. حلو كده، يا رب بقى الوقت. بصوا كده معايا، ام في حاله ثالثه بضيف، ما بضيفش، بضيف فيها اي 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 اس، يعني ما بضيفش الاس لا، ولا بضيف الاي اس لا، بضيف اي اي اس. يا الله ايه يا مس، انت لو اخره في واي يا حاجات مس. كتير كده. لو اخر واي بس، اي واي يا عمر؟ تعالوا نشوف يا ولادي، اذا الفعل انتهى بواي، بس وكمان بتشيل ال اذا الفعل انتهى بواي وقبل الواي ده حرف ساكن، حرف من الحروف الساكنه اللي هو البي والسي. ايوه مس. قول يا سعيد. سعيد ينفع اروح اتفضل. اشرب؟ هنشيل الواي، اه طبعا هنشيل بس بسرعه. ونضعف الحرف الاخير ونحط اي اس. ليه نضعف؟ ليه نضعف؟ طب بس ركزوا ممكن معايا، ركزوا معايا، انا هكتب حاجه فوق كده وركزوا فيها. عندي الاي والاي والاي والاو واليو، دول يا اولاد حروف بسميها الفاولز، الحروف المتحركه. باقي الحروف كلها بنسميها حروف ساكنه. باقي الحروف كلها ال 21 letters بسميهم حروف ساكنه، اللي هو البي والسي والدي والاف والجي والكي والال والام وهكذا. انا اذا كان قبل الواو حرف من الحروف الساكنه اللي هم زي البي والسي وكده بنسميهم كونسونانتس، في الحاله دي بحذف الواي وبضيف اي اي اس. طب وليه الكلام؟ ما تيجي نشوف مثال. انا عندي كراي، طبعا انتوا عارفين فعل كراي، كلنا بنكراي كتير.
يعني ايوه كل مش حد كلنا عارف. طبيعي. ايوه عيوط طبيعي عيوط يعني، احنا في الحياة. يعني طب عيوط يا مس اقول بقى، انا عندي الواي، الفعل بينتهي بايه؟ الذكي، الفعل بينتهي بايه؟ واي. الواي واي واي الكلام، وقبليه واي حلو. حرف ساكن بقيت يبقى ثلاث نكتب دقايق الواي البيتنج ونحط اي هيخسر اي اس مرة واحدة. اي اس ركزي، مش عايزة اشرح يبقى الفرق. ماشي، طب انا يبقى عايزة، انا عايزة هنشرح الموضوع مس بطريقة بسيطة. انا، تيتشر طب ثانية واحدة، لسه شرحت. نحترم ان احنا معانا ممكن زمايلنا مش عارفين، بليز اللي عارف تويت. انا عندي يا شباب الفعل انتهى بحرف الايه، قولوا لي انتهى بحرف الايه. واي الواي. الواي. انا بالواو هبص بقى، في نصرة كده على الحرف اللي قبل الواي، هشوفه متحرك ولا ساكن. الحرف الار ده متحرك ولا ساكن؟ لا حرف من الاخر. ساكن منين؟ ساكن لا، يبقى ساكن. في الحالة دي هحذف الواي واضيف اي اي اس، اقول هي كرايز. ماشي، مين اللي كان رافع دي بقى؟ مين اللي كان رافع دي؟ يلا مش انا. طيب بدري حلو الميتنج هيفصل، تيتشر ممكن في لحظة. تسأليني؟ يلا انا هكتب اصلا امثلة ونحل بقى. يا مس صوتك مش واضح يس، يلا يا اولاد، مش مين رافع ايديهم؟ عندنا 8. انا عايزه انا العدد كله يكون رافع ايديه، مش مجرد الثمانيه. ممكن انا على يا فكره مس انا النهارده هسال ان رافع ايديهم، فيما بعد هسال عشوائي. ماشي يا شباب، انا تيتشر عندي السبجكت هو بس هي في الكل حتى عشان نكون مركزين. ماي محمد علي. محمد محمد علي. ثاني محمد علي. استدي هتبقى ايه يا محمد؟ استدي، اقول هي استدي ولا هي ستاديز ولا هي ايه؟ قول لي يا محمد. وسام مش سامع؟ حد سامع؟ سامعين؟ مين سامع؟ سامعين؟ محمد انت فهمت؟ طيب انا قلت ايه ولا ما كانش واصله؟ لا فهمت تمام. طب انت عايز تجاوب؟ طب يلا قول استادي هتبقى ايه؟ قول هي استادي. استاذين يا محمد احنا في المضارع البسيط، هحذف الواي استاذين واضيف ايه؟ ستاديز. استاذين يبقى انا هحذف الواي واضيف ايه؟ وهضيف ايه؟ اي 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 اس. هحذف الواي وهضيف ايه يا محمد؟ الاي اس احذف الواي واضيف ايه؟ لان ايه بقى يا محمد؟ لان الطالب الشاطر يكون عارف ان قبل الواي حرف ساكن اللي هو الدي. في الحاله دي هحذف الواي واضيف اي اس. ماشي مصطفى، رافع ايديك. فيكس هتبقى ايه؟ اقول احمد فيكس. فيكس دي هتبقى زي ما هي ولا هنغيرها؟ هحط لها الاي اي اس. مصطفى. نعم يا مس ثاني فيكس. تيتشر دان ممكن انت بعد، سؤال؟ انت بعد مصطفى يا دان. مصطفى مصطفى بس، ممكن يحصل نخش ثاني؟